وذكر حجاج خوزستان خبر الحرب بين عسكر الخليفة والمملوك قشتمر. كان المملوك قشتمر مقربا من الخليفة الناصري لدين الله العباسي، ثم اختلف مع وزير الخليفة نصير الدين الرازي فترك الخدمة ورحل إلى إقليم الجبال بين فارس وأصبهان، وتزوج ابنة أميرها أبي طاهر، ثم قويت شوكته بعد وفاة أبي طاهر، فأمر الخليفة ولي على جزيرة ابن عمر بقتاله وسير له المدد من العراق، فاتصل قشتمر بأمراء فارس وطلب معونتهم، فأرسلوا له المدد فقوي جانبه ولم تتمكن جيوش الخلافة من هزيمته واستمر على إمارته.